كنا تحدثنا على ضعف السيناريو، تحدثنا عن ثقافة المخرج المحدودة، أو ربما أنه المنتج لا يريد أن يكلف نفسه ما لا يطيق، يريد عملا مستعجلا وسريعا ومكسبا أيضا. استسهال. استسهال، نعم. عندما نتكلم عن هذه السقطات الموجودة في الإنتاجات الجزائرية في السنوات الأخيرة، علينا أن نكون شموليين في الطرح، في تفكيرنا. طيب، هناك سيناريوهات لا ترقى، هناك مخرجين غير مقتدرين، نعم. هناك إقحام لعدد كبير من الممثلين الذين لا علاقة لهم بالتمثيل، هناك أيضا عدد من المنتجين تجار في الأصل، هناك الكثير من المعطيات التي يعني تؤدي بنا إلى هذه النتائج. نوري بوزيد يا آسيا، هذا المخرج التونسي الكبير، نعم. عندما التقيته في قرطاج قال لي بصريح العبارة، قال لي لقد أحببت السينما عن طريق الأفلام الجزائرية، واقتحمت هذا العالم انطلاقا من أفلامكم التي كانت هي التي تجذبني إلى هذا العالم. حتى ناصر خمير هذا المخرج التونسي الكبير، تخيلي يا آسيا، في منذ 3 عقود كانت الجزائر قبلة للتونسيين لكي يقتحموا عالم التمثيل والتلفزيون والسينما، وكنا نمد الأشقاء التوانسة بعدد كبير من التقنيين الجزائريين. نعم. اليوم وانقلبت الآية وصار العكس. نعم. عندما نرتقي ونقول بأن هذا العمل ارتقى إلى مستوى معين، نلتفت إلى تونس. تونس، نعم. هل يعقل هذا؟ صحيح. أبداً. طيب تكمل، تفضل. طبعاً. بذكر السيناريو واللهجات مثل ما كان يتكلم زميلي يوسف، أنا أقول بأننا نعاني من تشتت في الهوية، لا لشيء سوى لأن كما قلت الاستسهال هو الطاغي في العمل. نجد في نفس المسلسل عائلة، وقلتها من قبل، عائلة الأب يتكلم شاوي والأم تتكلم، لاحظناها في المسلسل يما أيضا، نفس العائلة 5 أفراد يتحدثون 5 لهجات مختلفة. طيب. وسمعت أيضا أحد الممثلين الشباب الذي أتمنى له مسار في هذا العالم يقول أنا لا أذهب لا إلى لبنان ولا إلى مصر. هما يجوا. أنت يا أخي مخطئ على طول الخط. نعم. عليك أن تذهب إلى القبلة الفنية التي تفوقك بسنوات ضوئية في هذا العمل، ولا عقدة في هذا المجال. نعم. عندما نجد هذا البلد يفوقنا في هذا المجال لنذهب إليه ونتعلم منه ونتحصل على هنا فقط فريد.